طيب إذا فيش أسئلة عن المشروع ننتقل للكتاب ونكمل chapter advanced plotting. آخر شيء أخذنا الـ error plots وبلشنا نحكي عن الـ publishing reports for containing graphs. مبدأ الـ publishing reports إنه automatically it generates a report based on your script. واتوقع انه هذا شيء يعني جديد وغريب في عالم البرمجه، انه انت تكون عامل سكريبت فايل كود للبرنامج تبعك، بدل ما انت تروح تغلب حالك وتوديه على الوورد وتعمل السكشنز وتعمل مش عارف ايش، تلاقيه عامل لك اياهن وراسم لك رسمات ومظبطهن بصوره مرتبه واحترافيه، صوره احترافيه. الان بيعتمد على تقسيم المشروع لسيلز. يعني في الماتلاب اذا انت عملت علامه البرسنتج مرتين بيعتبر انه هاي سيل، بعتبرها كومنت. يعني من ناحيه برمجه هذا الشيء ما بياثر، يعني في هاي من ناحيه برمجه تقسيمها لسيلز ما بتاثر، هي عادي كومنت. لكن كومنت زي كانه هذول يعني خلينا نرجع لاي واحد مثلا، هاي هذا مثلا اذا انا عملت هون هيك عمل لي هاي كلياتها سيل، اذا انا عملت مره ثانيه هيك فهاي عملها سيل وهاي عملها سيل، ولا شيء بالبرمجه. لما اجي اعمل رن للبرنامج كلياته حنعمل رن، هيعمل رن نفس الشيء. طب شو الفرقيه؟ الفرقيه في الببلشنج انه خلص هاي بتعامل معاها زي كانها شابتر، زائد ممكن انك تعمل رن للسيل هاي لحالها عن طريق هذا الامر اللي بجنب الرن. في عندنا هون رن ان ادفانس بيعمل لك رن بس لهاي البلوك لهاي السيل. بس انتبهوا انه احنا الان ما بنحكي عن السيل اللي هي السيل اري تبعت اللي هي البراكتس هذول المطاوله شو بسموهم الوجد بارنثيسز. لا مش السيل اللي هي سيل اري، احنا الان نحكي عن سيل في البلوك، يعني خلينا نسميهم بلوكس. تمام، هذا هو البارت. هاي كيف تعمل ببلشنج. اذا عشان تعمل ببلشنج لازم تقسمه لسيلز. اول شيء open the editor type in the m file that forms the base of the report and save it. then use double percent characters اللي حكينا عنها to indicate a section heading in the report. اذا اي شيء بعد هذول العلامتين بعد هذول العلامتين بيعتبره هيدنج، بيعتبره عنوان للي بده يجي بعده. هون example of report publishing هذا عنوان ال مثلا بدك تكتب هون entering او data input او input module مثلا. اي شيء بيكون تحتها بيكون له علاقه بالداتا. بعدها بتكتب زي ما بدك، بعدها هون بتكتب we are plotting the cubic مش عارف ايش تكيف، كلياته بتكتبه زي ما بدك. This character marks the beginning of a new cell which is a group of commands زي ما حكينا. Enter any blank lines you wish to appear in the report. اذا انت بتتحكم الفراغات اللي بتكون موجوده في الريبورت تبعك. Consider as a very simple example اللي هو هذا هو example of report publishing. حطينا هون معناته انا بدي السكشن الاولاني الهيدنج اللي يكون بلوتينج ذا كيوبيك اوف مش عارف ايش، هذا معلومات البرنامج. طبعا انتم بتحطوا المعلومات اللي انتم متعودين عليها، اسم الفايل، شو بيعمل هذا الفايل، كريتد باي، التاريخ اللي اخذناها سابقا في الشابتر الاولاني. تمام، هذا اللي هو السله الاولانيه لازم تحتوي على المعلومات الرئيسيه تبعت البرنامج تبعك. بعدين بتصير تقسم create the independent variable. إذا هون هاي برنامج هاي كود x يساوي line space 0 4 300، يعني يمشي لي من 0 ل 300 عفوا من 0 ل 4 300 مرة. use 300 points between 0 and 4. هذا التعريف لها. عادي يعني بتعمل برنامج عادي، بعدين بتعمل البي مش احنا بنعمل هاي البي اللي هي contains the coefficients اللي هي تبعت البولينوميال. والان بلوت البولينوميال زي ما تعودنا بلوت اكس وبوليفال والاكس ليبل يساوي كذا والواي ليبل يساوي كذا. هذا برنامج بسيط جدا 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 كنا متعودين عليه.
بدك قبل ما تعمل له ببلش تاكد تعمل له رن بالاول، تاكد انه شغال ما فيش بيعملش مشاكل. هاي بفاجئكم، انا مثلا قلت له كوبي وبيست يعني، نعمل رن اي بيست، عفوا شو بيست، evaluate selection او run اللي بدك اياه. فهيو عمل لي run، رسم لي البولينوميال وعمل له run واعطاني x value و y value، اذا فيش فيه مشاكل. الان هذا ممكن يعني يكون برنامج عندك، بس اذا بدك تحطه على صفحتك مثلا على الانترنت، او اذا بدك تعمله في ملف وورد، هذا مش شيء احترافي. فالان كيف ممكن نعمله شيء احترافي؟ بكل بساطه نعمله publish. الان امر publish هذا السنتكس تبعه، publish وبتحط عنوان الملف تبعك، هون مسميه polyplot، انا مسميه publish test هون. الان وكمان بتحط النوع اللي بدك اياه يطلع، لان في عندنا عده انواع. لان انا طيب الان في عندنا عده انواع من البابليش، ممكن هيهم اجوا هون، هاي اللي الصفحه اللي كنت فاتحها، اما باي ديفولت اذا ما عملتش ولا شيء بتحط بتكون اتش تي ام ال زي كانها صفحه ويب. اذا بدك تحطه مايكروسوفت وورد تكتب هون دوك، اذا بتحطوا ليتكس اللي حكينا لكم عنه امبارح تحط ليتكس، باوربوينت تقدر تعمله كباوربوينت، تقدر تعمله كاكس ام ال، تقدر تعمله كبي دي اف، بورتابل دوكيومنت بي دي اف. تمام، لان اول شيء خلينا نعمله باي ديفولت وبعدين نعمله شيء ثاني. الان باي ديفولت خليني اعمل ببلش، publish ونحط اسم الملف، لازم نحطه quotation، دائما اذا بدك تحط name بدك تحط quotation، publish test.m. لو حطيتش لو ما حطيتش .m عادي، لانه اصلا هو يعني باي ديفولت بعتبره .m. الان بديش احط النوع، واحط انتر. هو اصلا عمل رن اذا بتلاحظوا، وعمل كل شيء وهي اعطاني وحكى لي هي عملت لك البرنامج، هي موجود في المكان التالي، موجود في داخل فولدر اسمه اتش تي ام ال. هي هون هو فتح فولدر جديد سماه اتش تي ام ال واعطانا الببلش دوت اتش تي ام. كيف تفتحه؟ على الويب براوزر تبعك، يعني اوبن ويب دبل كليك اللي بدك اياه حسب الديفولت. لو عملت هون انا دبل كليك بفتح، طلعوا كيف هذا انت اللي عملت، تخيل ماتلاب اللي عمل لك اياه. اكزامبل اوف ريبورت ببلشنج، من وين جابها هاي؟ اللي هي الكلمه الموجوده هون، شوفوا كيف عملها هون كعنوان رئيسي لحاله. هون حاطلك المعلومات الرئيسيه، بلوتينج ذا كيوبيك اوف كذا كذا كذا. الان هاي ليش ليش ما عملهاش الاكس تكعيب والمش عارف ايش؟ لانه هاي بتزبطش الا على ليتكس، بس ما بتزبط على ما بتزبط على ال HTML للاسف، يعني مش عارف يعني، بس يعني لو انت عملتها عادي اكس تكعيب هذا ممكن. بعدين الكونتنتس، شوفوا عمل لك كونتنتس، يعني اذا كان عندك برنامج طويل في عندك قائمة محتويات، فهرس تكبس على أي واحد فيهم بوديك عليها. في هون في عندنا تو كونتنتس بس، هاي البلوك اللي بعدها create the independent variable، هيها أي شيء بعد العلامتين هذول بسميه. بعدين حط لك شو الأوامر اللي فيه ببلوك، يعني صار شيء محترف
يعني زي كأنه صفحه على الانترنت، وبالاخر بعطيك نتيجه البلوت هو راسمها حسب الشغلات اللي انت بدك اياها. تمام؟ لان بتقدر تعمله على ملف وورد. للاسف لانه انا شغال على ماك ما بزبطش اعملها وورد، يعني انا لو اعمل دوك هون. بس رجاء جربوها عندكم وحد يفرجينا كيف بيطلع الدوكيمنت في الوورد. هون اعطاني ايرور publishing to microsoft word is only supported on the pc، لازم يكون جهازي بي سي. طيب الان ممكن اعملها بي دي اف مثلا. شغال لسه. هاي اعطاني اياه كبي دي اف. ايوه بنفس الفولدر سيب لنا اياه بي دي اف. طلعوا كيف محترف. الطريقه غير، يعني الفورمات تبع ال HTML بيختلف عن الفورمات تبع البي دي اف، بيختلف عن الفورمات تبع الوورد. انا بس حاب اشوفه على الوورد كيف بيطلع عندكم، هل هو زي اللي هون ولا لا. هون بيطلع example of report publishing table of content كذا، حتى بتقدر تكبس عليها وتروح على اي صفحه بدك اياها وبعطيك معلومات. اذا انا شايف انها يعني شغله حلوه. هاي هي مش بالبرمجة. ف يعني ممكن تستفيدوا منها. جربوها عندكم على الوورد وشوفوا كيف تطلع. يعني بيطلع تقرير جاهز مرتب يعني للمشروع. يعني بس ايش بشرط انك انت تكون عامل الكومنتينج صح، بتطلع تقريرك مرتب ولا بيلزمك وقت تعمل على الوورد تقرير ولا اي شيء، وبيطلع محترف كده. تمام؟ في حد عنده سؤال لهون؟ اذا هذا امر ببلش زي ما حكينا، هاي تزبط فقط على الليتكس. لا حتى على الام اس وورد تزبط. جربوها على الوورد والله شوفوها. انا ما انتبهتش طلعت على البي دي اف كيف طلعت، مش متذكر. اتوقع لا ما طلعتش مضبوط. لا نفس المشكله. هون حاطين في الكتاب انه على الليتكس او على الوورد بتزبط، انه اذا انت حطيتها هيك تطلع يعني رموز رياضيه صحيحه. انا للاسف مش ضابط معي الوورد، والليتكس اصلا مش موجود عندي البرنامج اللي بيفتح الليتكس. يعني عملت على الليتكس انا امبارح هي اللي هو الاختصار تبعه تكس، يكون تكس مش تكس تكس، بس ما عرفتش افتحه لانه ما فيش عندي البرنامج اللي بيفتح الليتكس. تمام. اذا هذا المثال اللي طالع عنده. طبعا هذا هون ال HTML القديم، يعني لانه هذا المثال الكتاب قديم شوي يعني، فهيك كانت ال HTML. بس انتم شفتوا ال HTML اللي طلع عندنا لسه محترف اكثر، يعني اكثر احتراف. الان نيجي للانتراكتيف بلوتينج. انتراكتيف بلوتينج يعني باختصار تعمل بلوتينج مش من الكوماند ويندو او من السكريبت، تعمل بلوتينج من البلوت نفسها. هون تقدر تعمل creating different types of graphs selecting variables to plot directly from workspace browser creating and editing subplots additional annotations such as lines arrows text rectangle ellipsoids كلها. Editing properties of graphic objects such as their colors, light, weight. كل هذا بتقدر تعمله من الشاشة الانتراكتيف تبعت الأمر البلوت. The figure palette, the plot browser property editor. إذا بتلاحظوا البلوت اللي بيطلع هون يعني figure هاي قديم شوي، بس اللي بتطلع عندنا هون لسه متطورة أكثر. يعني لو جينا نعمل هذا البلوت حتلاقوا انه لسه في شغلات اكثر متطوره.
خلينا بس نستكشف شو في عندنا موجود هون. فعندنا مثلا طبعا هاي الامر نيو واوبن وسيف وبرنت ايش هاي مش عارف ايش لينك كنت عليها بالغلط هاي انه اذا الكالر اذا انت مثلا عندك ماب زي ما حنشوف كمان شوي سيرفس هاي انسرت ليجند هذول الشغلات اوامر رئيسيه يعني غير في عندك انسرت في عندك شغلات كثير ممكن انك تعملها انسرت اكس ليبل واي ليبل ليجند كالر بار هاي اللي دخلناها قبل شوي اللي بدناش اياها تكست ارو دبل ارو مش عارف ايش كل هاي الشغلات ممكن تدخلها فيو كيف تعمل فيو للرسم اديت تقدر تغير فيها شغلات كثير كوبي وبيست وهيك اند تولز يعني انا بشوف يعني اهم تول لها اهم شغله اللي هي الاديت الاديت بلوت لما تكبس على الاديت بلوت تشوف انه الرسمه تغيرت شوي صار عليها زي نقاط هيك فبتقدر تكبس على اي شيء مثلا على الاكس اكسس هذا بدي اغيره بحط بدل x مثلا بحط x1 مثلا اذا بدي اذا انا بدي احط open editor لو بدي اكبس عليها دبل كليك المفروض البروبرتي انسبكتور هذا بغير لي البروبرتيز اللي بدي اياها في الرسمه هو بيطول اذا اول مره بتفتحه بيطول اول ما تفتح المتلى بس بعدين بصير خلص يصير بسهوله يعني بصير اول ما تفتح الرسمه تفتح معك فلانه كان كمبيوتر مسكر وهسه فتحته من جديد فبيطول ليفتح البروبرتيز بكتر لانه في شغلات كثير بلاوي بداخله فممكن انه يساعدك كثير في في الايديتنج للرسمه اللي بدك اياها خليه نرجع له بعدين الان خليه يفتح على راحته شوف كمان شغله بدي احكي لكم عنها بلوت تولز تقدر تعمل بلوت من البروبر من الورك سبيس نفسه يعني اذا انت فاتح الورك سبيس يعني مثلا انا عندي هاي اكس بقدر اعلم هدول اروح على بلوتس واختار البلوت اللي بدي اياه فبدي بقدر اعملها مثلا هيستوغرام بقدر اعملها بلوت بقدر اعملها اريا بار باي كل انواع لسه في انواع كثير طلع كل هالانواع هاي كل هاي الانواع اكثر بكثير من الانواع اللي موجوده في الاكسل فبقدر هذول استخدمهم مباشره من اللي هون مثلا خلينا نعمل هيستوغرام فبتلاحظوا انه القيم تبعتهم قراب كثير على بعض هاي قيم اكس لانه احنا اخذنا من صفر لاربعه قسم لي اياهم ل 300 وحده فهو بالتساوي اخذهم يعني هاي هيستوغرام اذا مثلا بدي ارسمها كبلوت عاديه هاي قيم اكس بدي ارسمها كاريا هاي الاريا اندر ذا بلوت وهكذا بار تشارت طبعا مش حيطلع عندي بار تشارت زي العالم لانه زي ما انتم شايفين قراب كثير على بعض في عندي 300 وحده لكن اذا قربتهم بيطلع عندي بار تشارت تمام اذا هاي الاوامر كلياتها موجوده بقدر اعملها في البلوت شو في كمان شغلات creating graph from a file
الآن إذا أنت بعد ما تعمل الرسمة وحسيت حالك إنك أنت انبسطت في اللي عملته، يعني غيرت شغلات، عملت شغلات كثير، هل هاي الرسمة إلها كود؟ يعني بقدر أرجعها على الكود وأحفظها؟ آه بقدر. يعني مثلا هذا البلوت مثلا غيرنا، خلينا نجرب نغير tools edit plot وعملنا هاي دبل كليك. يلا افتح يا بروبرتي انسبكتور. المهم يعني غيرت شغلات فيها، غيرت الاكس، غيرت الواي، غيرت الخطوط، غيرت شغلات كثير. لان بدك تحفظ هذه الشغلات اللي غيرتها، فشو بتقدر تعمل؟ فايل جنريت كود، جنريت كود. الان بفتح لك سكريبت جديد. هذا السكريبت هو كأنه function، function create figure x1 y1، وبعطيك شو المواصفات تبعت هاي الفيجر. يعني هون plot x1 y1، ال y label y، ال x label x، وبس. تمام. box on يعني يعني ما يعني في عندنا زي كأنه بيكون مربع على الـ على الـ حوالين الرسم فقط. لو انت عامل مثلا انه يكون منقط فبطلع عندك هون داشت لاين او دوت لاين، او لو انت مغير الخطوط بطلع عندك الخطوط كلياتها. فهذا الكود البرنامج نفسه هو عمل لك اياه جاهز، فانت بصير تحفظه وتعدل عليه بس تعديلات بسيطه. يعني اذا انت اشتغلت على رسمك، اذا امامك عده طرق للرسم. يا اما بترسم زي ما تعلمنا امبارح من الرسم نفسها، من الكود نفسه اللي انت شغال عليه، بتصير تحكي الاكس ليبل هيك والواي ليبل هيك، وبضيف وين اللي عملناها احنا امبارح، بنغير الخطوط من شكل حدا. المهم بتغير الخطوط، بتغير وتطلع الرسمه خلص جاهزه، او انك انت بتغير بالرسمه نفسها وبتحفظ التغييرات اللي عملتها في كود، وبتصير ترجع لهذا الكود تعمل له كوبي بيست او ترجع له كفانكشن زي ما بدك. تمام. هيك هاي الكود تبع الان. نيجي ل 3 dimensional plots. حد عنده سؤال حتى الان عن 2 dimensional plots؟ ننتقل ل 3 dimensional plots. من اسمها انه احنا بنرسم بالبعد الثالث، يعني اكس واي زد. بدل ما نرسم اكس زد نعمل اكس واي زد. في عندنا زي ما عندنا كان انواع كثير من ال 2 dimensional plots، برضه في عندنا انواع كثير من 3 dimensional plots، مش حناخذهم كلياتهم، حنركز بس على بعض البلوتس. اذا MATLAB provides many functions for creating 3 dimensional plots. Here we will summarize the basic functions to create 3 types of plots. هي line plots، line لكن بال 3 dimension، يعني line نفسه بال 3 dimension زي هيك. هذا line خط لكن بالابعاد الثلاث. وفي عندنا شيء اسمه surface plots. surface plots اللي هو انت بترسم سطح معين. اصلا الشعار تبع الماتلاب، الايكون تبعت الماتلاب هي اصلا 3 dimensional plot اذا بتطلعوا عليها، surface plot. لانه هو اللي تميز فيها هيك من البدايه، خلص هو اختار الشعار تبعه يكون هيك. هذا من مميزات الماتلاب، يعني انت بتعمل شيء زي هيك، هذا هو surface plot، طبعا بانواع مختلفه. وفي عندنا كمان الكونتور بلوت. الكونتور ما غيره اللي احنا متعودين عليه كمهندسين، كونتور هو 3 dimensional plot. انت صحيح انت شكله هو 2 dimensional لكن المعلومات اللي فيه 3 dimensional، لانه بعطيك البعد الثالث كم، سواء كان كونتور. اذا بنحكي عن كونتور لارتفاعات، اذا البعد الثالث بيكون الاليفيشن الارتفاعات. اذا بنحكي عن حراره بيكون البعد الثالث هو الحراره وهكذا.
الانفورميشن اذا بدك معلومات اكثر عن 3D بلوتس بس اكتب جراف 3D بعطيك كل المعلومات عنها زي ما حكينا في قبل محاضرتي. الان نبلش اول شيء اللاين بلوتس. اللاين بلوتس الامر اللي بيعملها اسمه بلوت 3 بس بدل بلوت اللي احنا متعودين عليه بلوت اذا كتبت بلوت بعطيك 2D حط بلوت 3 بعطيك 3D بس والسينتاكس تبعه شبيه بلوت 3 اكس واي زد بس يعني عنده قيم اكس وقيم واي وقيم زد وبترسمهم مع بعض بس هاي جنريت 3 دايمنشنال كيرف از ذا بارامترز تي از فاريد اوفر سم رينج عندك اكس بدلاله التي واي بدلاله التي الحمد لله وزد بدلاله التي اذا هذول الثلاثه X, Y, Z نقدر نرسمهم مع بعض. فكيف نرسمهم مع بعض؟ هاي الأمر تبعهم حط T من 0 ل 10 باي لأنه إحنا بنحكي عن ساين وكوساين في الراديانس فيفضل أن يكون إشي في من مضاعفات الباي والستيب إشي من أجزاء من الباي فباي على 50 فإذا عملنا T وحط لي بلوت 3 الاولاني اللي هو اكس اكسبونشال اي تو ذا باور ماينس 0.05 تي ضرب ساين تي الثاني والثالث بس اكس واي زد حط لي الاكس ليبل والواي ليبل واي والزد ليبل زد بس بهالبساطه هاي وبتقدر ترسم 3 دي بلوك. خلينا نجربها على الماتلاب. طبعا الجريد مهم في ال 3D عشان تشوف بس هاي ايش معطينا ايرور هون using default settings for config terminate statement with a semicolon to suppress هاي ايرور عند البلوت في يجي البارامتر هاي برومبت تمام شكرا لك. الان نعمل ايفالويت هاي الفيجر هيك طلعت الفيجر عندنا. طبعا في عندنا خصائص كثير بتقدر تعملها زوم في كاميرا لا احنا لسه فاتحين تشيل اديت بلوت. الان نقدر نعمل نغيرها نغير الاتجاه تبعها زي ما بدنا لان هاي الهوم نقدر نرجع الهوم هيك الشكل الرئيسي تبعها. هاي نقدر نعملها روتيشن rotate in 3D اذا بتطلع عليها top view هيك بتكون مثلا اذا بتطلع عليها side view هيك بتكون مثلا whatever تختار الشيء المناسب لك. احنا بنحكي عن 3D plot فبال 3D plot انت بتختار الشيء اللي مناسب لك المنظر المناسب لك وبتعمل تمام. سكر هاي نيجي هون مرة ثانية. Note that grid and label function work with plot 3 function and we can label the z يعني كيف يعني grid
هل تغيرت عن امر البلوت العادي؟ لا، زي امر البلوت ال2 دي هناك حق، بس كتبنا جريد هون، بس كتبنا جريد. الاكس ليبل نفس الشيء، الواي ليبل نفس الشيء، بس هون شو زد ليبل، زي ليبل بس. Similarly we can use other plot enhancement functions زي مثلا غير لي النقاط، غير لي اياها مش عارف ايش، غير اللون، كل هاي الامور نفس اللي كنت تستخدمه في ال 2D بتستخدمه في ال 3D. يعني مثلا لو حطيت هون نوع الخط مثلا ريد وداشت مثلا، وجيت عملت بلوت، هيطلع عندك ريد داشت بنفس الصورة. اذا نفس الاوامر اللي تعلمتها في 2D بلوت بتستخدمها ب 3D بلوت، بس بتزيد انت بعد ثالث. هاي اللاين بلوت في ال 3D. النوع الاخر من البلوتس اللي انا بتوقع انه يعني اهم بالنسبه لنا كمهندسين، يعني اللي هو السيرفس بلوت، سيرفس مش بلوتس. الفانكشن احنا عاده بيكون عندنا فانكشن في متغيرين، انك كيف ترسم هذا الفانكشن متغيرين. يعني الفانكشن اللي هو الاليفيشن بتغير في الاكس والواي، او فانكشن درجه الحراره بتغير في الاكس والواي. هيك احنا في الهندسه هذا اللي متعودين عليه، انه يكون في عندي شيء بتغير مكانيا، هذا هو عشان هيك بسموه سيرفيس بلوت. ريبريزنتس ا سيرفيس وين بلوتد اون اكس واي زي اكسس، اند ذا مش فانكشن بروفايدز ذا مينز تو جنريت ا سيرفيس بلوت. اذا شو اسم الفانكشن اللي نعمله؟ مش اسمه. Before you can use this function, you must generate a grid of points in the XY plane. لانه انا انتبهوا في هون في ال 3D plot انا كان عندي 3 functions x, y, z، ضربتهم كلهم مع بعض بالخلاط، رسمتهم مع بعض. لكن هون انا عندي function واحد، هذا ال function بدلالة ال x وال y. اذا في الاول لازم نعمل grid من x و y ونوجد قيم ال function هذا على ال x وال y، صح؟ فاذا انا عندي مثلا ارتفاعات، اذا انا بدي جريد للارض تبعتي مثلا. اذا انا بدي مثلا اعمل سيرفيس لحي من احياء نابلس، اذا بدي اعمل هذا الحي في جريد راستر، زي اللي اذا حدا فيكم اخذ جي اي اس، زي كانه راستر جريد هيك مصفوفه. هاي المصفوفه فيها خلايا، كل خليه، كل مثلا خليه متر في متر ولا 5 متر في 5 متر ولا 10 متر في 10 متر، بدي انا قيمه عندها، تمام؟ اذا بالاول لازم اعمل لي جريد. اذا امر سيرفيس لا يمكن اتمامه الا اذا عملنا بالاول المش جريد، تمام؟ Before you can use the function you must generate a grid of points in the xy plane and then evaluate the function f of xy at this point. And المش جريد فانكشن هو اللي بنستخدمه، المش جريد اوف اكس واي، بس هيك اسمه اكس واي، هاي اللي هي الاوتبوت حتكون لهذا الفانكشن، يساوي مش جريد اوف اكس واي بس. And if x يساوي x minimum x spacing x maximum and y يساوي y minimum y spacing y maximum, then this function will generate the coordinates of a rectangular grid. اذا الجريد اللي عندنا مش بالضروره انها تكون مربع الاكس يساوي الواي فيها، ممكن تكون هيك لكن هاي حاله خاصه. اذا عدد القيم اللي بتكون موجوده في الاكس مش لازم تكون زي عدد القيم اللي موجوده في الواي، وطول الاكس مش لازم يكون نفس طول الواي، الطول اللي هو الاكس سبيسنج. اذا الاكس سبيسنج مش شرط انه يكون يساوي الواي سبيسنج، الاكس مينيمم مش شرط يكون واي مينيمم، وهكذا، تمام؟ لان اذا حيطلع عندي ريكتانجل جريد وذ وان كورنر ات اكس من واي من، اذا حيكون في عندي هون خليني افرجيكم اياها نرسمها هيك على السريع. وين شير واي بورد، درو
هاي الجريد اللي عندي، وحيكون في عندي بوت طبعا ده هي بتكون متساوية. بحاول يعني عجلي يعني تضمن تكون هذول، لانه المسافة هاي متساوية، لكن المسافة هاي مش شرط تكونها نفس المسافة اللي تحت. يعني باختصار حيطلع عندنا مستطيلات مش مربعات، مش شرط انه يكون مربعات، هيك القصد يعني. هاي الكورنة، هذه الكورنر حتكون قيمها اكس من واي من، وهاي حتكون اكس ماكس واي ماكس. مين اللي بحدد الاكس من والاكس ماكس؟ انت اللي بتحدد. تمام، نعمل نيو شير، نرجع على الكتاب. فانت اللي بتحدد الاكس من والاكس ماكس والواي من والواي ماكس. اذا اول شيء لازم نعمل مش جريد اوف، اذا كان عندك انت بس مش جريد اوف اكس، ساعتها انت بتحكي عن مربعات هي نفسها equivalent to مش جريد اوف اكس واكس، يعني اللي بالاكس اكسس نفس اللي بالواي اكسس نفس الشيء. هاي اذا انت بدك تعمل مربع. And can be used if x and y have the same minimum value, the same maximum values, and the same spacing. Using this form, you can type. إذا أنت بدك مثلاً بس واحدة، يعني بدك تعمل مربعات، شبكة من المربعات، تعمل خلاص مش grid، بس بدل ما تحط قيم لx ولا y، خلاص تحط من minimum وmaximum وspacing. When minimum maximum where minimum and maximum specify minimum and maximum values of both x and y spacing in the desired spacing. After the grid is computed, you create the surface plot with the mesh function اللي هو المش. لأن أول شيء بنستخدم مش grid، بعدين نستخدم المش. السينتاكس بس خلص مش x y وz. شو ال x اللي أنت عاملها؟ شو الواي؟ الواي اللي انت عاملها هون. شو الزد؟ لقيم الاكس عند قيم الزد، قيم الفانكشن عند الاكس والواي. بس هذا هو. خلينا ناخذ عليه مثال. انا بدي ارسم هاي 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 الرسم. هاي الرسم لفانكشن زد متغيرين فيه اكس وواي. الاكس تتغير من ناقص 2 ل 2، والواي برضه بتتغير من ناقص 2 ل 2. تمام؟ فبنيجي بنرسم. غريب فشك عندي كوبي. هاي مش جريد، نيجي لهون مش عارف ليش هاي مش راضي الزد، مش راضي ياخذها. مش مشكلة نكتب مع كتابة. زد يساوي اكس كابيتال اكس اللي طلعت معانا كابيتال اكس دوت ستار اي اكس بي ناقص اكس كابيتال اكس ناقص كابيتال واي دوت تربيع. بس نكتب الفانكشن يعني الكل تربيع زائد واي تربيع
نسكر القوس، نسكر القوس مرة ثانية ونعمل الآن نجي نعمل هاي كوبي بس نغير هذول كالعادة الآن خلينا ننظف الأول أول شيء بدنا نعمل المش جريد أنا حكي له إنه X Y هي مش جريد أوف ناقص 2.02 يعني أنا حكي له إنه أعطيني إياها إلها نفس الأبعاد عملنا Evaluate Selection أعطاني X أعطاني قيم X 41 في 41 ليش أجت 41 في 41؟ لأنه أنا اخترت هيك بدي من ناقص 2 ل 2 ومشي لي إياها 0.1 أنا اللي حددت هيك وال Y نفس الإشي حتطلع نفس القيم لأنه أنا ما غيرت قيم ال Y فإذا بتلاحظوا الآن بس بما انه احنا بنحكي عن مش جريد بس مقلوبه يعني الاعمده هون صفوف هون وصفوف هون اعمده هون انتبهتوا لهي الشغله الاكس يعني الاكس العمود الاول في الاكس هو نفسه الصف الاول في الواي وهكذا هيك الجريد صارت جاهزه هذا اللي هو الامر التمهيدي الان بدنا نوجد قيم اكس زد عند الاكس والواي هذول فحيطلع برضه زد هي لازم تطلع 41 في 41 فلما نجي نعمل evaluate selection حتطلع عندنا قيم زد برضه 41 في 41 اذا هاي قيم الفانكشن عند الاكس والواي المختلف تمام هذا اللي بدنا نرسم منه السيرفس الان نيجي نعمل مش evaluate selection وهي هي الرسمه اللي طلعت معنا زي ما انتم شايفين اعطانا قيم لهذا الفانكشن في كل مكان بدنا اياه يعني مثلا اذا انا بدي اعرف هاي النقطه شو الاحداثيات تبعتها تعطيني اياها هاي النقطه شو الاحداثيات تبعتها تعطيني اياها وهكذا تمام وطبعا بقدر اطلع على الفانكشن اعمل له روتيشن الألوان صار ألوان غامقة ألوان فاتحة المهم يعني ممكن بدل الفانكشن بدل الزد بدل قيم زد تكون هاي إحداثيات جي بي اس عندك يعني أنت كمساحة رحت على منطقة كبيرة مثلا قسمتها لمربعات وأخذت إحداثيات هون مشيت مترين احداثيات هون مشيت مترين احداثيات هون مشيت مترين احداثيات هون فحيكون عندك نفس الشيء لكن بدل الزد هاي بدل ما تكون كفانكشن هي بتكون كاحداثيات برضه حتكون اذا كانت هاي اكس 41 واي 41 في 41 اكس 41 حتكون عندك الاحداثيات 41 في 41 فبتقدر ترسم المش تبعك لا بي كيرفول نوت تو سيلكت too small of a spacing. The spacing هذا مش لازم يكون small for the x and y values. لسببين. السبب الأول small spacing create a small grid panels اللي هي هاي grid panel اللي هي هاي اللي بنحكي عنها. Which make the surface difficult to visualize. بصير صعب انك تشوفه اولا وثانيا اذا انت بتحكي عن ارقام كبيره بتصير الرسمه ثقيله. فالماتريكس تبعت الاكس والواي بيكونوا كبار فبتصير صعب يعني الماتلاب بصير صعب انه يتعامل معها خصوصا اذا كان سرعه الكمبيوتر احنا ما بنتعامل مع سوبر كمبيوتر يعني بنتعامل مع البيرسونال كمبيوترز والقدرات تبعتها محدوده نوعا ما
لان في عندنا اوامر ثانيه بتشبه اللي هو المش زي السيرفس سيرف او سيرف سي، حنيجي لهم بالتفصيل. بس خلينا مثلا نشوف اذا نفس هذا الامر، ما انه صرنا عندين بدل ما نكتب مش نكتب سيرف. شو الفرق بينه وبين الاولاني؟ الاولاني مش اعطاني شبكه بس، الثاني اعطاك اياها شبكه مسكره. ف يعني ممكن تطلع عليها هيك، يعني هاي ممكن تكون اوضح. تمام؟ يعني شيء حلو الواحد يضل يطلع عليه هيك. تمام، الان اذا عملنا سيرف سي نفس سير بس حطينا وراها سي، هيعطينا نفس السير لكن معها كونتور. من هون اجت السي، يعني برسم لك التنتين مع بعض. يعني زي ما انتم شايفين هون كونتور من تحت وسيرفس من فوق. تمام، يعني كونتور تحتها. الكونتور بلوتس هذا اللي متعودين عليه احنا اكثر في الهندسه، اللي بنحب نتعامل معاه. طبعا حلو الواحد يشوف على الشاشه 3 دي ويصير هيك يلعب فيها ويتطلع ويشوف، لكن عمليا الكونتور هي احسن بالنسبه لنا واسهل للتعامل، لانها بتيجي على ورقه واحده 2 دي، يعني سهل انك تتعامل معها وبتزبكش تصير تلف فيها وتطلع عليها من هون وتطلع عليها من هون، خلص هي مبينه. إذا هي topographic plots show the contours of the land by means of a constant elevation lines. إذا هي contours هي constant elevation lines. These called these lines are called contour lines, and such a plot is called contour plot. And ال contour plot هو ال plot اللي فيها contour lines. طبعا واضح. If you walk along a contour line, إذا أنت مشيت على contour line بيكون remain the same elevation. إذا كل الكونتور لاين هو نفس الاليفيشن، نفس الاليفيشن. يعني هاي هذا الخط، هاي الدائره كلياتها لها نفس الاليفيشن، هاي الدائره الثانيه لها نفس الاليفيشن، وهكذا. كيف نعمل كونتورز؟ بس كونتور اكس واي زد. برضه اذا لازم شو نعمل قبل ما نعمل كونتور؟ لازم نستخدم مش جريد. اذا برضه في هاي الحاله لازم نستخدم مش جريد. يو يوز ذس فانكشن ذا سيم واي يو يوز ذا مش فانكشن، ذات از فيرست يوز ذا مش جريد فانكشن تو جنريت ذا جريد. اذا بنقدر نستخدم هون كوبي بيست بدل سيرف سي بنكتب كونتور وبس، وبتعمل ايفالويت سلكشن واعطاك رسمه الكونتور اللي بدك اياها. طبعا هاي مبدئيا احنا ما غيرناش شيء، تقدر تحط عليها ليبلز، تقدر تغير الالوان، تقدر اللي بدك اياه. ف اذا ملاحظين هاي الرسمه هي نفسها، خلينا ناخذ تبعت السيرفيس نكتبها فيجر 2 فيجر 2 نفس هاي. اذا بتطلع على هاي توب فيو او يعني خلينا نجرب نطلع عليها توب فيو، هاي هي نفس هاي، يمكن في المش بتبين اكثر حتى. جرب نحطهم جنب بعض
هيك اذا ملاحظين زي كانها نفس الشيء، بس طبعا يعني ما اختلاف يعني الريبرزنتيشن. يعني هون ممكن نحط مثلا على هاي على فيجر 1 نحط عليها جريد ممكن تكون بنفس هذا الشيء. اذا هاي الكونتور هاي نفس الرسمه اللي احنا شغالين عليها. You can add labels to the contour lines. مثلا نجرب نشوف كيف نحط الليبلز. لانه مهم انك تعرف الليبلز، يعني كونتورز من غير ليبلز طب بتعرفش حالك اذا طالع ولا نازل. Inserts rotated labels into each contour line. The contour lines must be long enough to fit in the label. Otherwise, the label CNHR contour matrix and contour object handle. شوف مثال example. بس نحط هاي هيك. نفس رسمة الكونتور مع الليبل تبعها. فاليوات سيليكشن وين راحت؟ راحت على فكرة. إذا هاي رسمة كونتور محترفة شلبية زي ما بيحكوا. يعني هذا الخط الصفر وهذا هاي المناطق تحت الصفر، هاي مناطق عالية، في عندنا بيكس، في عندنا مش عارف ايش، تقدر تطلع عليها زي ما بدك. يعني هاي الطريقة ممكن حد يحكي لي طيب ما احنا في برامج هندسية بترسم لنا الكونتور هيك. شوف هون انت بتقدر تتحكم فيها اللي بدك اياه في الماتلاب. انت مبرمج، انت يعني اي شيء هذاك شو ما بعطيك البرنامج انت بدك خلص تحكي له امين. هون انت بتتحكم بالخط، بتتحكم بالحجم، بتتحكم في وين الليبل يحط لك اياه، بتتحكم. يعني طلعوا هون في لما حطيت هيلب على السي ليبلز شوفوا الامثله هي سي ليبل. في عندنا كمان تقدر تتحكم ليبلز سبسيفايد فيكتورز مانيوال مش عارف ايش شغلات كثير. في حتى في الاكزامبلز برضه في تفاصيل كثير، تقدر تغير الكلرز الفونت ويت تعمله بولد ولا مش بولد، اللاين ليبل سبيسنج قديش بيكون، الفونت سايز قديش، كل هاي الامور انت بتتحكم فيها تمام في رسمه الكونتور بلوك. في عندنا كمان شغلات حلوه. كونتور بلوتس اند سيرفيس بلوتس كان بي يوز توجذر تو كلاريفاي ذا فانكشن. يعني اذا انت ما حطيتش ليبلز على الكونتورز بدك تعرف اني اللي طالعه واني اللي نازله وين، لان الكونتور بعطيك بس خطوط تساوي الارتفاع، بس انت مش عارف هل هاي المنطقه نازله منطقه طالعه. واحنا بنعرف انه كل ما قرب خطوط الكونتور على بعض معناته في عندي سلوب عالي، بس هل هذا السلوب طالع طلوع ولا نازل نزول ما بنعرف. لكن ممكن انك تحط رسمتين، رسمه 3 دي ورسمه الكونتور مع بعض، يعني هاي بتعطيك شيء وهاي بتعطيك شيء. مثلا فور اكزامبل unless the elevations are labeled on the contour lines you cannot tell whether there is a minimum or a maximum point. However, a glance at the surface plot will make this easy to determine. يعني بس على السيرفيس بلوت مبين انه هاي طالعه وهاي نازله. On the other hand, accurate measurements are not possible on the surface plots. يعني ما بتقدر تاخذ قياسات من مش عمليه، رسمه السيرفيس بلوت مش عمليه. مفيده انك تطلع وين في طلوع وين في نزول، تطلع على الشكل العام، انك تاخذ منها قراءات مزعجه شوي. These can be done on the contour plots
because no distortion is involved. ما فيش عندك تشوه في الكونتور بلوت، لكن في 3 دي بلوت في عندنا ديستورشن، لانك انت بتطلع على 3 دي حسب المنظور تبعك في عندنا ديستورشن. زي ما فرجيناكم اللي هو المش سي shows the contour lines beneath the surface plot. هيك انت بتاخذ التنتين، بتاخذ contours تحت المش. And في كمان عندنا مش زي function draws a vertical lines under the surface plot. خلينا نجربه بدل احنا هاي اخذنا surface C. في عندنا مش C ومش Z. هاي figure 1 كوبي. هاي figure 2 وهاي نسميها مش C. هاي مش زي. نرسمهم. فيجر 1. احنا مش مسكرين. هاي فيجر 1 وهاي فيجر 2. المش رسمها نفسها مش شبكه، لكن هون في المش سي عملها تحتها كونتور لاينز، هون زي كمل لي اياها بهذا الشكل في خطوط اللي هي عموديه مش زي. تمام. الان نقدر كمان نرسم رسمات ثانيه. هاي مش سي. بنقدر نعمل شيء اسمه ووتر فول. ووتر فول يعني زي الشلال. هاي بنجرب نعملها. يعني طلعوا كيف شكلها، يعني زي كأنها نازلة هيك تزول من الأعلى للأسفل. شلال شلال، يعني عاملها كأنه شلال. يعني أنت بتختار المناسب لك. هاي الووتر فول، هاي نفس المثال مرسوم في أربع طرق، مش سي مش زي ووتر فول. إذا رسمة الكونتور أخذناها، المش أخذناها، مش سي أخذناها، مش زي أخذناها، السيرف أخذناها، السيرف سي أخذناها، المش جريد أخذناها. إذا مش جريد أوف إكس واي، إذا كانوا إذا كان عندي جريد مش مربعة مستطيلة، مش جريد إكس إذا كان عندي المش هي مربعة تربيع، والووتر فول برضه أخذنا. في حدا عنده أي استفسار؟ أنا عندي سؤال على ال publish. تفضل. عملته على الوورد بس عم بيطلع معي غريب شوي. أعطيني أشوف، خليك تشارك الشاشة إذا ممكن. لأنه ضايل معنا شوية وقت بدي أشوفك في تشابتر الجديد. أصلاً إحنا هيك بنكون خلصنا التشابتر اللي بالكتاب اللي مطلوبتنا. طبعاً في الكتاب في تشابتر كثير موجودة، لكن اللي بعطيكم إياه مش موجود في هذا الكتاب اللي هو التطبيق الاب ديزاينر. نعطيكم الاب ديزاينر. هسه الاب ديزاينر لسه جديد، يعني انا كنت اشتغل على الجايد، اسمه جايد اللي هو القوي يعني كم من سنه صار له شغال، بس الاب ديزاينر لسه من جديد، يعني اتوقع السنه اللي فاتت بلشوا يشتغلوا فيه. فانا بدي اتعلم انا وياكم على الاب ديزاينر. انا شفته هيك بشكل سريع، يعني كثير اسهل من اللي كنت اشتغل عليه زمان اللي هو فبدي يعني ما في كتب عنه حاليا على الاب ديزاينر. بدي اجيب لكم من مصادر الماتلاب نفسه، الماثورك، شركه ماثورك نفسها حاطين توتوريالز، بدنا نتعلم من التوتوريالز نفسها ونعمل امثله عليه. بس نعمل لك شير سكرين، ميك كو هوست. تفضل.
الوار طلع لسه ما اجت. ايش هذا؟ معركه فطنيه. انت مش عامل لانك تنتين لانك مش عامل. حكينا اهم شيء في الببلش، في امر ببلش، انك تعمل ال 2%. والله جرب تعملها هسه 2%، ما تطولش يعني. شوف كيف، لانه هون نعتبرها كانها سيل واحده. اقسمه من هون يعني ابلش. ايوه مثلا هاي حط 2% عند الانبوت، حط كمان 2% هون عند كلمه انبوت او بارامتر فاليو اللي هو ايوه. ننزل لتحت شوي، كالكوليشن سكشن. ممتاز، هيك انت بتقسم من صح. ايوه هلا شيل لما بعد ال 2. ايوه شيل هاي. لا خلي بعد ال، ايوه خليها هيك عشان ياخذها كعنوان برضه. اللي فوق نفس الشيء عشان ياخذها هي كعنوان واحد. ايوه هون نفس الشيء. هلا حط عنوان رئيسي فوق 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 اخر شيء. حط مثلا اعمل انتر على كلمه بروجرام هاي. اعمل هون تو برضه بارنتيسز 2%. انا اعمل مثلا براكتيكال اكزامبل، اي شيء بدك اياه، عنوان رئيسي. This is my code. اي شيء خلينا نجرب يعني. وجرب اعمل ببلش الان واعملها دوك. سيف طبعا، لازم تسيف قبل ما تعمل بوم. يلا ببلش. ايش كمان؟ مش انت عملت الامر هسه قبل شوي؟ كان اعمل على السهم من فوق، بيطلع نفسه. ما كنت اعمل هيك يا ما رضيش. اللي بكير نو كوماند بعمل من سيف، زي كانه اعتبر شيء جديد بلش. مش مشكلة، جرب هلا اعمل دوك. ايوه شايف. كنك عشان في عملت سبيس، شيل السبيس قبل الدوك. هلا جرب اعمل تمام. ايرور يوزنج ببلش از نوت رايتبل. طب جرب اعمل واحد ابسط منه، مش عارف شكله في شيء، في مشكله في الكود تبعك يعني، بدها وقت بس نطلع عليها. The output file is not writable. ليش not writable output file HTML practical example test 1 dot dot. معقول الاسم طويل يعني؟ لا ما اتوقعش. جرب اعمل واحد بسيط يعني، اعمل كوبي اذا فاتح البي دي اف تبع الكتاب، اعمل نفس المثال اللي عملناه. او هذا المثال، يلا مش مشكله. لا هذا فانكشن، هذا فانكشن ما بيعملوش زي كانه مثال، بيعتبروش ما هو رايتنج. مش عارف اذا بيعمل الفانكشن نفسه، ما جربتش صراحه اعمل ببلش لفانكشن، لانه الفانكشن بيعتبره كجزء من يعني اذا انت عامل فانكشن في داخل السكريبت تبعك بيعمل لك اياه، بيظهر لك الفانكشن بداخله. اما فانكشن لحاله يعمل له ببلش بصراحه ما جربتش. بس انا قصدي انه خلينا نجرب اول شيء كيف بيطلع على الدوك. اعمل كوبي للكتاب، من الكتاب
شابتر 4 اللي هو الببلش. شابتر 4 اجيب لك الصفحة. صفحة 239. شابتر 5 عفوا شابتر 239 اللي احنا فيه يعني. كيتها 239 طلعت 239. هو معناته تحط 252 على ال... هو 239 على الرقم الصفحه اللي فوق. كانت عنده بوتين بوت اديشن كما فات اي ببلش. ايوه راحت علينا. لا عملت عملت استعملت نقلته بدي اعمل سيف. لا هو انت شيل الايرور بالاول اللي هي الكوتيشن مارك عند الاكس والواي وش هيك خلص ما عملت سيف انا. عامل كراش المفروض نفسه تكرش. طيب مش مشكله بسيطه يعني انا بس حابب صراحه كنت تشوفوها على الوورد هل بتزبط وتاكد تاكد وتزبط انه الرموز الرياضيه انها تكون موجوده عليها. يعني انا اذا رحت بكره الاحد ان شاء الله بروح الجامعه بحاول اجربها على الكمبيوتر اللي هناك لانه ويندوز فبدي اجربها هناك. بس انتم برضو جربوها وشوفوا بتزبط معاكم ولا لا لان زي ما حكينا لكم علي محاضره حتكون المحاضره الاولى في الاب ديزاينر ان شاء الله بحاول اعملها اليوم او بكره يعني بالكثير يعني السبت او الاحد بتكون نازله عندكم. هي محاضره الاب ديزاينر حتكون مسجله تسجيل يعني والاحد بنكمل محاضرات عاديه ان شاء الله. تمام. حد عنده استفسار؟ طيب يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله يوم الاحد. سلام عليكم.